السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نديرو السلمون، اللي هو السومون، سمك السلمون. وغادي نديرو هاد البطيطة الصغيرة ولا البطيطة الكبيرة اللي بغيتو. انا خلي ما قررت نديرها بهاد البطاطا هذه لاني غادي نسلقها، وعاد غادي نفرشها للسومون حيت السومون متيبغيش طيب بزاف. وعندي هاد شويه ديال الشبت اختياري، كنستعملو ليه غير للديكور من الفوق، تعطي واحد النكهه رائعه. وعندي واحد جوج بصلات غادي نقطعهم دواور. وعندي هنا ربع كاس ديال الزيت بلديه. وبالنسبه للتوابل عندي لي معلقه الملحه، معلقه ديال التحميره، نص معلقه ديال الكمون، وربعه الفصوص ديال الثوم، ها هما حكيتهم. وعندي هنا هاد مطيشه سوريز اختياريه، غير غنحتاج غير شي 6 ولا 7 الحبات. وعندي هنايا هاد الصوصيج. اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نديرو هاد البطاطا تسلق، ماشي تخليوها شاده شويه في راسها هذا. وعاد غندوزو نديرو لقامه للسمك ديالنا ان شاء الله. دابا البنات هي زدت ديك لقامه الكمون والتحميره والثومه والمليحه، وزدت عليها واحد نص حامضه، راه نسيت ما قلتهاش لكم سمحوا لي. غادي نبداو نخلطوا هذا السمك. قلت لكم اي سمك تقدروا تستعملوه، ماشي ضروري يكون هذا السومون. حنا هنا في امريكا عندنا موجود، كناكلوه مره في السيمانه ولا هذا، كيقول لك صحي فيه الاوميغا 3 وفيه بزاف الفوائد. صافي ها هو دابا تبلتو، غادي نخليه واحد شويه. غادي ندوز للصينيه ديال الفرن، غادي ندير فيها البصله والبطاطا. دابا غادي نمشيو على بركه الله، وغادي نفرشوا البصله هكا، هذا الصينيه ندوها هكا. انا غير غادي ماشي باش غير تعطينا النكهه ديال البصله مع السمك تجي زوينه. وغادي ندير هذيك البطاطا اللي سلقنا، غنجي من الفوق وغندير الصومون. قلت لكم البنات السومون ما تيبغيش طيب بزاف، داكشي علاش سلقت ليه البطاطا. غادي ناخذ هذيك مطيشه سوبيز ديالي مع كتلات على الجناب، هكا شويه هنا في الوسط. وغادي ندير هذا اختيار البنات اللي بغي يديرو. غادي ندير نجي هنا وندير واحد شويه هذا ديال الشبط، هاك هنا تا هو واحد الشبط، حيت هاد الشبط تا هو تيعطي واحد النكهه رائعه. صافي وغادي نمشي هذا، وغادي ناخذ الزيت ديالي داك اللي قلنا ربع كاس ديال الزيت، غادي نديروهم. وهاد بقات لي انا واحد شويه لقامه البنات، غادي ندير لها هكا ديك لقامه ديال اللي بقات لينا في السمك، كنزيدو شي ربع كاس ديال الماء ماشي بزاف. وغادي نحاولوا نمرقوا بها ديك المريقه. درجة الحرارة عالية،
نديروها الفوق، تشعل الفران من الفوق والتحت باش يتشوى لينا هادشي، حيت اوريدي كلشي طايب، ثم بغينا غير تشوى ويتقلى صافي.